سؤال بيقول: سلام الرب يا ابونا، انا من فرنسا من كنيسة السريان الأرثوذكس، ملتزمة بالكنيسة والصلاة والتناول، وأتابع الأقباط وأحبهم جدا. سؤالي هنا: احنا في كنيستنا بنعمل اعتراف جماعي، بس أختي بتعترف اعتراف فردي عند أب كاهن قبطي. أنا مشوشة جدا، هل اعترافي كله من قبل قبله الله ولا ما قبلهوش؟ والحل اللي أراه أبونا علينا، هل الحل الجماعي ده ربنا بيشيل بيه الخطايا ولا لازم أعترف فردي؟ مع إن أعترف كل يوم بخطاياي وأطلب بالكنيسة الغفران لخطايا. إحنا عندنا أب واحد في فرنسا، هو أب جديد، ما بعرف أعترف انفرادي قدامه. أنا أسألك، هل أذهب وأعترف بكل خطاياي للأب القبطي من أول حياتي؟ أنا عمري ما اعترفت انفرادي، بس بعترف اعتراف جماعي وأقول خطاياي في قلبي وأتوب عنها. أول حاجة عايز أقولها لك، أنا بطمنك أن كل اعترافك السابق هو اعتراف مقبول أمام الله. إحنا والسريان إيمان واحد. يعني أنا لو في فرنسا أو في بلد ما فيهاش كنيسة أقباط أرثوذكس، همارس سر الاعتراف وسر الأفخارستية عند السريان أو عند الأرمن أو عند الأحباش بدون تشكيك، كأني ما خرجتش من كنيستي، بدليل أن إحنا بنسمح لأخواتنا الأحباش والإريتريين اللي في مصر أن يستخدموا الكاتدرائية أو جزء منها ويصلوا القداسات بتاعتهم على المذبح بتاعنا، لأن الإيمان إيمان واحد. طب الاعتراف اعتراف جماعي ولا اعتراف فردي؟ دي حتة في الشكل. يعني إحنا عندنا سر اعتراف والسريان عندهم سر اعتراف، بس عندهم الشكل بتاعهم شكلين، يا إما تعترف زي اللقباط إنسان لكاهن، أو يكون الاعتراف جماعي إن أبونا بيحلل الشعب عن كل الخطايا اللي بيقولها في سرهم، أو بيقول مجموعة من الخطايا وكل واحد يقول أمين أنا الخاطي أو ارحمني يا رب أنا الخاطي، فيقرأ للحل الكل. مدام ده الشكل اللي ارتقته كنيسة السريان، يبقى بالنسبة للسريان ده اعتراف مقبول. فكل الاعترافات اللي انت اعترفتيها قبل كده طبقا للطقس السرياني اعترافات مقبولة أمام الله. أنا كنت في العراق من سنتين وقابلت نيافة المطران الأب نيقوديموس، وده مطران السريان الأرثوذكس اللي في العراق. كان في مؤتمر للشباب، أنا رحت هناك من سنتين واخدت بركة، وكنت قاعد مع اتنين اباء، يعني واحد مطران واحد اب اسقف، فبنتكلم، فقالوا لي احنا في كنيسة السريان عندنا الاختيارين، يعني لو الواحد قال لابونا عاوز اعترف اعتراف فردي ممكن، ولو عاوز يعترف من خلال الكنيسة اعتراف جماعي ممكن، الصورتين بتعترف بيهم الكنيسة. طب انت عاوزة تعترفي عند الكاهن القبطي، انت حرة، ما هو اللقبط ده السريان، عايزة تكملي مع السريان كملي مع السريان، قولي الأبونا بتاع السريان أنا عايزة اعترف اعتراف فردي، قال لك لا وحاسة في حاجة عاوزة تقوليها عشان ترتاحي في الاعتراف الفردي، روحي الكيان الأقباط، أقباط أو سريان مفيش مشكلة، لأن الكنيسة واحدة والإيمان واحد، اللي اختلف بس في الطقس وفي اللغة. يعني احنا بنصلي عربي وقبطي، هما بيصلوا عربي وسرياني.